السلام عليكم يا سنة تالتة. النهاردة بمشيئة الرحمن هنكمل درس المنادى اللي احنا بدأنا الحصة اللي فاتت. هناخد ايه النهاردة؟ هناخد المنادى النكرة غير المقصودة والمنادى النكرة المقصودة. ليه خدناهم هما الاثنين مع بعض؟ عشان هما الاثنين برضو قريبين من بعض شوية، زي ما خدنا الحصة اللي فاتت المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف مع بعضهم. تمهيد، بصوا معايا هنا الاول وركزوا. استخدم المنادى وبين له حكمه. احنا الحصه اللي فاتت عرفنا ان المنادى انواع، والمنادى من حيث الحكم نوعان، منادى معرب ومنادى مبني. تعالى يا محب الوطن ابشر بالخير. فين المنادى يا سنه ثالثه؟ فين المنادى؟ محبا. منادى نوعه ايه؟ منادى شبيه بالمضاف. طب حكمه ايه؟ معرب. حكمه ايه؟ معرب. طيب ايا طالب العلم، فين المنادى؟ طالبا. نوعه مضاف، طب حكمه؟ معرب. لان المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف الاثنين حكمهم الاعراب. حكمهم ايه يا سنه ثالثه؟ الاعراب. النهارده بقى ما شاء الرحمن هنكمل يا سنه ثالثه ثالث نوع من المنادى المعرب. ثالث نوع من المنادى المعرب وهو ايه؟ النكره غير المقصوده. المنادى النكره غير المقصوده يا سنه ثالثه متفق مع المنادى الشبيه بالمضاف ومع المنادى المضاف ان هو معرب زيهم. وعرفنا معرب يعني ايه؟ معرب يعني منصوب. معرب يعني ايه سنه ثالثه؟ معرب يعني منصوب. طيب هو ايه هو بقى المنادى النكره غير المقصوده؟ هو اسم نكره. اسم ايه؟ نكره. يعني ايه نكره؟ يعني كلمه لوحدها، كلمه لوحدها لا بيجي بعدها حاجه، يعني الكلمه اللي بعدها بدايه جمله جديده، الكلمه اللي بعدها بدايه جمله جديده. وده الاختلاف اللي بينها وبين المنادى الشبيه بالمضاف والمضاف. هو اسم نكر ظاهر منصوب لا يقصد بندائه شخص معين، لا يقصد بندائه شخص معين. يعني لما الاقي شخص كفيف ينادي ويقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي، ده معناه ان هو اصلا مش شايفه. يبقى عرفت يعني ايه لا يقصد بندائه شخص معين؟ يعني انا بنادي على الكل ومش محدد حد معين بندائه. تعال نشوف اعرابه. اعرابه ايه بقى؟ منادى نكره غير مقصوده منصوب وعلامه نصبه الفتحه او ما ينوب عنها. ايه اللي بينوب عنها؟ الكسره والياء. الكسره مع جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والياء مع المثنى وجمع المذكر السالم. تعال نشوف الجمع. يا مصريا، يا مصريا، فين المنادى؟ مصري. لاحظ ان هي كلمة ايه؟ لوحدها، والكلمة اللي بعدها بداية جملة ايه؟ جديدة. يعني مفيش وراها كلام بيوضحه، زي ما كان المنادى المضاف بعده مضاف اليه اهو، والمنادى الشبيه بالمضاف بعده مفعول به او جار ومجرور، والكلمة اللي بعدهم هما الاثنين ليست بداية جملة جديدة. أما المنادى النكرة غير المقصودة فالكلمة اللي بعده على طول بداية جملة إيه؟ جديدة. يبقى مصريا منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الفتحة طبعا عشان هو مفرد. ومنون ومنون ومنون، يعني هو بيتفق مع المنادى الشبيه بالمضاف إن هو بينون زيه. طيب أيا طلابا، أيا طلابا
لأنه جمع تكسي. ماشي. هيا جندياي، هيا جندياي، منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يا معلمين، يا معلمين، يا معلمين، قلتها وهعيدها تاني. الحرف اللي قبل ياء المثنى مفتوح، والحرف اللي قبل ياء جمع المذكر السالم مكسور. يا معلمين، منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الياء. لو نلاحظ فيها حاجة تاني يا ولاد، متفقة مع المنادى الشبيه بالمضاف بتنون زيه، ونون المثنى وجمع المذكر السالم موجودة زيه. بتنون زيه ونون جمع المذكر السالم والمثنى موجودة زي ما هي، ما بتتحذفش. يا أمهات، يا أمهات، منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. أيا فتاة، أيا فتاة، منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. يبقى احنا اتفقنا إن المنادى النكرة غير مقصودة اسم نكرة ظاهر منصوب، نكرة لا يأتي بعدها مضاف إليه ولا يأتي بعدها مفعول به أو جار ومجرور. تمام الكلام؟ طب إعرابها إيه؟ منادى نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه زي ما اتفقنا الفتحة أو الكسرة أو الياء. ينفع معاها الألف يا ولاد؟ لا، ما ينفعش معاها الألف، علشان الألف بيجي مع المنادى المضاف بس، عشان هو اختصاص الأسماء الخمس. تعالوا نتنقل بقى على حاجة قريبة جدا 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 من النكرة غير المقصودة، بس اسمعوا معايا وركزوا، لأني لا يفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة سوى الإعراب. تذكر وركز يا سنة تانية، ركز يا سنة تانية. المنادى النكرة المقصودة، تعالوا نشوف كده. منادى نكرة مقصودة اسم وظاهر ونكرة بس مبني. ده كان ايه يا ولاد؟ ده كان منصوب عشان ده معرب. امال ده ايه يا ولاد؟ مبني، مبني. ده ايه؟ لا يقصد بندائه شخص معين، اما النكرة المقصودة فيقصد بندائه شخص ايه؟ معين. يقصد بندائه ايه يا سنة تالتة؟ شخص معين. طب تعالوا نشوف بقى اعرابه ايه؟ اعراب المنادى النكرة المقصودة ايه؟ منادى نكرة مقصودة مبني على ما يرفع به في محل نصب. ايه منادى مبني على ما يرفع به دي؟ لو مفرد جمع تكسير، جمع مؤنث سالم يمنع على الضم. بيمنع على الضم امتى يا ولاد؟ لما يبقى مفرد، لما يبقى جمع تكسير، لما يبقى جمع مؤنث سالم، لان دول الثلاث انواع اللي بيرفعوا بالضم، فعشان كده مبني على ما يرفع به الضم. طب بيمنع على الالف امتى يا ولاد؟ مع المثنى. هيبني على الالف امتى يا ولاد؟ مع المثنى. طب هيبني على الواو امتى؟ مع جمع المذكر السالم. مع مين يا سنه ثالثه؟ جمع المذكر السالم. طب انا قلت ليه منادى نكره مقصوده مبني على ما يرفع به، سواء كان الضم او الالف او الواو، في محل ناصب؟ ليه قلت في محل ناصب؟ لان احنا عارفين من الحصه اللي فاتت ان المنادى من المنصوبات. المنادى من ايه يا سنه ثالثه؟ من المنصوبات. طب ليه من المنصوبات يا سنه ثالثه؟ علشان هو محل المفعول به. عشان هو ايه يا سنه ثالثه؟ هو محل المفعول به. تعال نشوف الامثله، والامثله هي اللي هتوضح الكلام ده.
يوم. على فكرة زي ما عملنا مع المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف، جبنا الأمثلة هي هي بس غيرنا في الإعراب، ده أخوه بالظبط. جبت المنادى، المنادى النكرة غير المقصودة، نفس الأمثلة بتاعت المنادى النكرة المقصودة بالظبط. علشان ركز معايا، ها لا فرق بين المنادى النكرة المقصودة وغير المقصودة سوى الإعراب. مفيش فرق بينهم غير في الإعراب، مفيش فرق بينهم غير في الإعراب. تعال نشوف يا مصري، يا مصري، منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. عارفين مبني على الضم ليه؟ عشان مفرد، والمفرد بيرفع بالضم. ماشي. آيات طلاب، آيات طلاب، اجتهد. منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب. شفتوا هنا كان ايه؟ آيا طلابًا، منادى منصوب مباشرة، إنما هنا منادى مبني على الضم في محل نصب. هيا جنديًا، هيا جنديًا، ده مثنى، يبقى منادى هيا جنديًا، منادى مبني على الألف في محل نصب. طيب